شايفين هذا شجر كويتي او ما يسمى البازونيوم او الاكينوكاربس. طبعا هو مزروع لكن بنحب نستفيد به. خليكم معايا في الفيديو عشان تشوفوا كيف هنصل لهذا الشكل الجميل ونستفيد دائما بالعناصر الموجوده. يعني دائما نحن كمختصين او خبراء في مجال الحدائق او البستنه بشكل عام نستفيد بالعناصر الموجوده. خليكم معايا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. شايفين في النهاية احنا وصلنا لهذا الشكل. طبعا يا جماعة عشان نصل لهذا الشكل احنا بنبني سنوات نعمل نظام تربية وتعليم للشجر. دي المنطقة اللي في الوسط هذه خلاص ما بيطلعش فيها نموات، سبحان الله، من كثرة القص والتشكيل في الشجرة فهي بتتأقلم أو زي ما تقول بتتعود على إنه يكون شكلها كده يعني. فبالتالي إحنا دايماً بنشتغل على هذا الجزء السفلي والعلوي. فطبعاً بس بأكد أنا مش من مشجعي الأكينوكاربس ولا أحبه أو البازونيوم، لكن شيء موجود حابين نستفيد به، وأتمنى يكون يعني نال إعجابكم العمل، وشكراً لكم.